هاي وضعية هاي. لا الفراشة نفسها. هاي وضعية هاي بربكم. ها. يلا. العراق من قد ما الله غاضب عليه ويومية فضيحة إباحية تطلع بيه سواء من مشاهير أو بلوغرات أو أي شيء، اختصروا السالفة وقالوا خلنا نفضح العراق كله ونعرض موقع إباحي أو مقاطع إباحية بشاشات العرض اللي موجودة ببغداد. يعني اختصارا للسالفة تحكير شاشات عرض منطقة الكرادة بالتحديد بساحة عقبة بن نافع وسط العاصمة بغداد وعرض عليها فيلم إباحي. أنا بوجهة نظر وكشخص متخصص بالإعلام لا تهكير ولا بطيخ، هذول اصحاب الشاشات واصحاب الكذا حتى يجذبون عدد من المشاهدات. راح تسألني شلون انا افهمك من شخص مختص بهاي الامور. عزيزي المتابع، لو ما صارت هاي السالفة لا انت ولا انا راح نعرفك وشاشات بساحة عقبة او اصلا ما راح ننتبه لها. الدورة بعد انه منا مستقبلا كل ما واحد يفوت من يم الشاشة راح يباوع عليها، راح يشوف شنو المعلن عليها. كل ما شخص يفوت يقول له انت تذكرون هاي الشاشات تطلعوا عليها افلام، فالناس راح تصورها والناس راح تشوفها، فبهيج حالة انا وانت سمعنا اكثر عليها وبهيج حالة راح نندلها ونعرفها. فالشاشة كسبت شهرة مثل ما غير وحدة تكسب شهرة لما تنشر مقاطع. حمص الله.